الرئيس السيسي يوجه أن يكون هدف مشروع تطوير منطقة رمسيس تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور. الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورنج وغيرها من الشركات الفرنسية. انتهاء التصويت باليوم الأول بجولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي همام مجاهد. همام تحياتي لك. شكرا جزيلا لك يا آية، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النشرة الإخبارية المفصلة التي نستهلها من رئاسة الجمهورية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شركة أورنج العالمية للاتصالات ستيفن ريتشارد بحضور وزير الاتصالات وكبار مسؤولي الشركة في مصر وعلى المستوى الإقليمي. هذا وقد أكد الرئيس السيسي تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورنج وغيرها من الشركات الفرنسية. وفي اجتماع آخر مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندسين العسكريين، وجه الرئيس السيسي بأن يكون هدف مشروع تطوير منطقة ميدان رمسيس وتطوير الطرق والمحاور المحيطة بها هو تطوير المنطقة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور وخفض نسبة التلوث، وذلك في إطار من التنسيق الحضري المتكامل. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ستيفن ريتشارد رئيس شركة أورنج العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك كبار مسؤولي الشركة في مصر وعلى المستوى الإقليمي. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة أورنج العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورنج مع الأخذ في الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية في مصر وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة أورنج العالمية حرص الشركة على التوسع في أنشطتها في مصر، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فضلا عما تتمتع به من كوادر شابة وعمالة مؤهلة، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا في مختلف المحافظات والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في مجال المدن الجديدة والطرق والمحاور. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع شركة أورنج وزيادة استثماراتها في مجالات خدمات الاتصالات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدما بعمليات الشمول المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع الاتصالات في ظل الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين للتصميمات والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تطلع بها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة، فضلا عن الأعمال الإنشائية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة، وكذا مخطط تطوير منطقة ميدان رمسيس.
وقد تم في هذا السياق استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الحي الدبلوماسي والذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر، حيث وجه السيد الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية، وبحيث يشمل كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى. كما تم عرض التصميمات الهندسية للمنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن المداخل الرئيسية للعاصمة وكذلك متحف مركز مصر الثقافي الإسلامي. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الطرق والمحاور والكباري بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة، إلى جانب عرض سير العمل فيما يتعلق بتطوير طريقي القاهرة الإسماعيلية والقاهرة السويس الصحراوي، وكذا طريق شرم الشيخ الدائري وطرق ومحاور مدينة العريش وطريق تشكى شرق العوينات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض المراحل المختلفة للمشروع المتكامل لتطوير منطقة ميدان رمسيس وتطوير الطرق والمحاور المحيطة بها في عدة اتجاهات، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، حيث وجه السيد الرئيس بأن يكون هدف المشروع الأساسي هو تطوير المنطقة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور وخفض نسبة التلوث، وذلك في إطار من التنسيق الحضري المتكامل. انتهى التصويت في اليوم الأول بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث أغلقت اللجان أبوابها في 9 مساء، ومن المقرر فتح أبواب اللجان مجددا في 9 من صباح الثلاثاء، وتجرى جولة الإعادة بالداخل على مدار يومين في 13 محافظة بين 220 مرشح على 110 مقاعد بمحافظات لم يحصل فيها المرشحون على الأغلبية المطلقة باستثناء محافظة البحر الأحمر والتي حسمت النتيجة من الجولة الأولى. إذن مشاهدينا للتعرف على أجواء هذه العملية الانتخابية في اليوم الأول من الجولة الثانية للمرحلة الأولى، دعونا يعني نرحب بزملائي المراسلين في المواقع والمحافظات المختلفة. دعونا نرحب بالزميل إبراهيم عزت مراسلنا من أسيوط، والزميل عوض الغنام مراسلنا من سوهاج، وأيضا الزميل محمد عبد العزيز من البحيرة. ونبدأ بمحافظة أسيوط مع الزميل إبراهيم عزت. إبراهيم، أرحب بك مجددا في هذه النشرة الإخبارية. أطلعنا على ما دار في اليوم الأول لهذه الانتخابات، وهل بالفعل تم إغلاق صناديق الاقتراع في هذا اليوم؟ شكرا جزيلا لك همام. بكل سهولة ويسر مر اليوم الأول في جولة الإعادة في 13 محافظة كما ذكرت زميلتي آية قبل قليل، وإن كنا نتحدث أن محافظة البحر الأحمر كانت قد حسمت يعني المنافسة والمقاعد المخصصة لهذه المحافظة في الجولة الأولى، فهنا على الجانب الآخر عكس ذلك تماما. في محافظة أسيوط لم تحسم أي مقعد في الجولة الأولى. على الهواء مباشرة سننتقل معكم وسنشاهد الإجراءات الخاصة بغلق الصناديق في داخل إحدى اللجان المخصصة هنا في محافظة أسيوط، وبالتحديد في الدائرة الأولى مركز وبندر أسيوط. وهكذا كما نتابع السيد المستشار رئيس إحدى المحاكم المشرف على هذه اللجنة يقوم بغلق الصندوق بإغلاق سرية، وأيضا هذه الحقيبة التي تتواجد بها الدفاتر الخاصة
للأصوات يعني الناخبين الذين لم يأتوا بعد، وأيضا الكشوفات التي تم التوقيع بها من قبل المواطنين، حتى يتم غدا بإذن الله مطابقة هذه الأرقام عما إذا كان الأرقام التي وقعت داخل هذه الكشوفات مطابقة لعدد البطاقات التي تم أخذها من البطاقات الإجمالية. أيضا يتم إغلاق هذه الحقيبة على الهواء مباشرة هكذا كما تتابعون في هذه اللقطات الخاصة مشاهدين الكرام بأغلاق سرية، على أن تغلق بعد ذلك اللجنة تماما وتتولى وزارة الداخلية وأيضا القوات المسلحة تأمين المدارس بالداخل والخارج على أن يتم استئناف ذلك صباح غدا بحلول 9:00 صباحا. إذن هذه هي الصورة يعني باختصار عما حدث هنا في اليوم الأول في محافظة أسيوط، واللي بتنافس فيها 24 مرشح لحصد نصف هذا العدد 12 مقعد، وهي المقاعد المخصصة لهذه المحافظة في مجلس النواب. إليك همام. إبراهيم عزت مراسلنا من أسيوط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه الصورة. من أسيوط إلى سوهاج مشاهدينا وزميلي عوض الغنام. عوض، تحياتي لك في البداية وإليك الكلمة، تفضل. أي عطفا على ما قاله الزميل إبراهيم، أزيد عليه بأن هناك مادة معينة يتم بها غلق صندوق عملية الانتخاب الذي يمثل إرادة المصريين في هذه الصناديق، بالإضافة إلى أيضا الباب الخاص باللجنة. وبالتالي أنا كنت أسأل سعادة المستشارة منذ دقائق عن طبيعة هذه المادة، تقول من الصعب أن يتم تقطيعها إلا عن طريق حرارة عالية أو وسيلة ذات شدة بالغة لإمكانية التخلص من هذه المادة. هو ما يعني بأدق وبالأحرى بأن إرادة المصريون الذين قاموا بعملية الانتخابات هنا هو رهن عملية التأمين بشكل كبير، وكما أكد زميلي إبراهيم أيضا في محيط كل لجنة هناك عملية تأمين كبيرة للغاية. أعيد ويعني ألخص لك المشهد سريعا حتى لا أطيل على سعادة المستشارة، لأن يعني وجودنا حتى هذه اللحظة بات غير قانوني لأن عملية التصويت قد انتهت عند 9:00. مشاهدات إيجابية رائعة، أهم ما فيها على الإطلاق آية هو تعود المصريين من منطلق تجاربهم الانتخابية السابقة سواء في مجلس الشورى وإعادة مجلس الشورى أو الجولة الثانية واليوم إعادة الجولة والجولة الأولى واليوم إعادة الجولة الثانية، أن الناس بدأت تأتي إلى عملية الانتخاب بكل سهولة وبكل يسر، والإجراءات الاحترازية ما عادوا في نصح إليها، المسافات الزمنية بدأت يعني يعلمونها تماما، المرأة ما زالت هي كلمة السر في تقريبا في كل المشاهدات الانتخابية التي رصدناها. اليوم في سوهاج في قلب الصعيد كانت حاضرة بكثافة، غالبية النساء اللي رصدنا تحركاتهم في اللجان مصطحبين أولادهم معهم، هي تجربة مهمة وتعيد بي للذاكرة إلى أحد الخبراء الدوليين الذين شاهدوا وعاصروا وكان لهم رأي في متابعة الانتخابات بأن الدولة المصرية صرفت الملايين على هذه الاستحقاق الانتخابي، ولكن العائد منه كبير للغاية لأن هذا هو الطريق الوحيد للديمقراطية، لا يوجد وسيلة غيره. المرأة كانت حاضرة بشكل غير مباشر من غير المجلس القومي للمرأة، من خلال المجلس القومي للمرأة الذي يعني طرح عدد من المبادرات ربما أهمها هي فكرة طرق الأبواب، الذهاب إلى النساء إلى المرأة في كل إلى بيت. المشهد كان رائع، الدعم اللوجستي الذي قدمته السلطة التنفيذية من خلال كل مؤسسات الدولة كان حاضرا بشكل جلي وملموس للغاية، لأن هذا هو الدور الوطني للحكومة لمساعدة تيسير المصريين على حقهم الدستوري أو تفعيل حقهم الدستوري كما أكد بيان صادر من غرفة العمليات هنا في محافظة سوهاج. أخيرا أذكرك آية ومشاهدين الكرام بأن محافظة سوهاج لها 27 مقعدا من برلمان 2020، 13 قد حسموا بالفعل من خلال القوائم، تعلمين بأن القوائم 284 مقعدا أصبحوا الآن نواب. الفردي الآن الإعادة فيها ستستمر غدا، ربما عند هذا التوقيت نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في اتجاه برلمان 2020 بنحو 80%. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة. أعود لك يعني. زميلي عوض الغنام حدثتنا من محافظة سوهاج، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا انضموا إلينا من محافظة البحيرة الزميل محمد عبد العزيز. محمد أهلا بك في هذه الجولة، أطلعنا وأجمل لنا ما دار على مدار 12 ساعة طوال اليوم الأول في هذه الانتخابات في الجولة الثانية طبعا. أهلا همام وأهلا بالسادة المشاهدين، بالفعل في تمام الساعة 9:00 مساء أغلقت جميع اللجان الانتخابية بمراكز ومدن محافظة البحيرة في أول أيام
جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب. وزي ما السادة المشاهدين يرون من خلفي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية رقم 183 بمدرسة معاذ ابن جبل الثانوية بدمنهور بإغلاق اللجنة بصورة حية، وبعد إغلاق اللجان البلاستيكية سيتم نقلها إلى أماكن آمنة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الأمن. يعني المشهد في محافظة البحيرة شهدت الانتخابات في يومها الأول إقبال ملحوظ من جانب الأسرة المصرية من كبار السن والشباب والسيدات. المرأة البحراوية كما عادتها بتضرب مثل رائع في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. أيضا الأطفال حرصوا على الذهاب إلى أسرهم للمشاركة في مثل هذا الاستحقاق الانتخابي وهذا العرس الديمقراطي. يعني الانتخابات أجريت تحت إجراءات احترازية مشددة، حيث تم تطبيق التباعد الاجتماعي بين كل ناخب وآخر. أيضا هناك بوابات لتعقيم الناخبين أثناء الدخول للإدلاء بأصواتهم، كما تم التشديد على عدم دخول أي ناخب دون ارتداء الكمامة. يعني بقي أن نذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة يبلغ حوالي 4,013,000 ناخب وناخبة يرون بأصواتهم أمام 1,296 لجنة فرعية موزعة 653 مركز انتخابي بتسع دوائر انتخابية تنافس بها 36 مرشح للفوز ب 18 مقعد على النظام الفردي. بهذا نكون قد نقلنا الصورة في أول أيام انتخابات جولة الإعادة من محافظة البحيرة انتخابات مجلس النواب، على أن يتم استكمال اليوم الثاني غدا في تمام الساعة. نعم. سنكون معك محمد، سنكون معك غدا على مدار الساعة وكافة المراسلين في المحافظات المختلفة في 13 محافظة لتغطية اليوم الثاني ونتائج الفرز حتى أو الحصر العددي لهذه الانتخابات في جولتها الثانية. الزميل محمد عبد العزيز من محافظة البحيرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرا حول سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى. واطمأن اللواء شعراوي على فتح كافة اللجان الانتخابية في موعدها وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للأدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسرى وعدم حدوث أي مشكلات أو معوقات. وشدد شعراوي على وقوف كافة العاملين بالإدارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين في جولة الإعادة والحياد التام خلال عملية التصويت، ومؤكدا في الوقت نفسه على أهمية التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. من جهتها شددت وزيرة الصحة لزايد على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، وكذا الالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم. وأشارت إلى الدفع ب 754 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات جولة الإعادة ووضعها في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، حيث يتم توزيعها على المقار الانتخابية بمحافظات الجمهورية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها. بعدما حققته أجهزة وزارة الداخلية من نجاحات في تأمين انتخابات مجلس النواب في مرحلتيها الأولى والثانية، تواصل جهودها لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الأولى في هذه الانتخابات في إطار خطة التأمين الشاملة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين تلك الانتخابات بكافة مراحلها. حتى تسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في جو من الأمن، فقد اعتمدت خطة التأمين التي تنفذها عناصر ذات كفاءة وجاهزية وانضباط على وجود وانتشار الخدمات الأمنية أمام كافة مراكز الاقتراع في المحافظات المعنية بجولة الإعادة،
تستطيع أن تتعامل بشكل فوري وسريع مع كافة المستجدات الأمنية، وما يخل بالأمن العام ويؤثر على سير انتظام عملية الاقتراع. كما يتم تسيير الدوريات الأمنية والأقوال وعناصر من قوات التدخل السريع في الشوارع والميادين وبمحيط اللجان لتحقيق السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتستطيع بما لديها من تجهيزات أن تتعامل بشكل فوري مع أي خروج عن القانون من خلال رصدها لمستجدات الحالة الأمنية على مدار اليوم. وتم وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية مع تفعيل دور الأكمنة الثابتة والمتحركة وتدعيمها بعناصر مجهزة ومدربة لإحكام السيطرة الأمنية على المحاور والطرق الرئيسية، بخاصة تلك الرابطة بين المحافظات. مديرية أمن اسكندرية والإفادة عن انتظام سير العملية الانتخابية والحالة الأمنية بكافة القطاعات المديرية، اتفضل يا فندم. تمام يا فندم، انتظام الحالة الانتخابية في نطاق مديرية أمن اسكندرية وانتظام كافة الخدمات. بينما ترصد غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية ومن خلال تواصلها مع غرف العمليات والمتابعة بمديريات الأمن انتظام سير عمليات الاقتراع وخطط انتشار القوات وتسديل العقبات أمام الناخبين إن وجدت، خطط أمنية ذات كفاءة وفاعلية وعناصر شرطية تستوعب تلك الخطط وتطبقها ميدانيا باحترافية، بما ينعكس على النجاح الكامل في تأمين كافة الاستحقاقات الدستورية، ويؤكد قدرة أجهزة وزارة الداخلية وجاهزيتها على تنفيذ ما يوكل إليها من مهام لبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام التصويت في أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتتابع غرفة عمليات التنسيقية أعمال الرصد ب 1500 متابع، حيث تواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت. غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديها 1400 متابع على مستوى كافة المحافظات التي تجري بها الإعادة، 13 محافظة في المرحلة الأولى. احنا في محافظات فيها عدد كبير من الدوائر بتجري فيها الإعادة، وفي محافظات عدد محدود من الدوائر. احنا بنغطي تقريبا حتى هذه الساعة اكتر من 90% من الدوائر نفسها اللي بتجري فيها الإعادة. ان شاء الله على مدار اليومين هنكون غطينا 100% من الدوائر اللي بتجري فيها الإعادة بمتابعتها من خلال متابعينا ورصد ما يجري من إجراءات العملية الانتخابية وسلامتها. حتى الآن على مدار الساعة يعني اللي رصدناه أنه اللجان افتتحت في موعدها في التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. لا يوجد مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في تطبيق كامل لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في اللجان الفرعية المختلفة بمختلف 13 محافظة التي تجري بها جولة الإعادة. استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفدا من مراقبي الانتخابات البرلمانية التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب. كما قام المحافظ ووفد جامعة الدول العربية بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية. البعثة طبعا خاضع لبرنامج تحرك وانتشار في مجموعة من المحافظات المصرية، واليوم نتشرف بالتواجد بهذه المدينة الخلابة بمحافظة الإسكندرية بمعية معالي المحافظ الذي تكرم رغم التزاماته القوية بتقديم عرض شامل ومدقق عن الإجراءات والترتيبات المتخذة على المستوى التنظيمي لهذا الاستحقاق الوطني الهام. وفعلا أتيحت لنا الفرصة من خلال عرضه القيم للاستماع للجهود التي قامت بها المحافظة كجهاز تنفيذي للإشراف على جميع الجوانب التنظيمية واللوجستية والصحية والخدماتية
لإجراء هذا الاستحقاق هنا في محافظة الإسكندرية في أحسن الظروف. طبعا كجانب آخر من هذا العمل كان عندنا فرصة كذلك للاستماع لطريقة أو آليات عمل غرفة العمليات. هذه المؤسسة التي تعمل تحت مظلة المحافظة بطبيعة الحال والتي تضم كل القطاعات، وحقيقة وبكل موضوعية وتجرد لاحظنا أنها تقوم بعمل على مستوى رفيع ومحكم ودقيق في متابعة كل الأمور التي تخص هذا الاختراع. كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اتبعناها وملتزمين بها، وكل واحد بيدخل لجنة ملتزم بهذه الإجراءات، ده عشان نطمن المواطنين. الأمر الثاني، احنا بنهيب بجميع المواطنين في اسكندرية. احنا الدولة جهزت كل ما ييسر العملية الانتخابية، وزي ما قلت الصبح احنا عملية الإدلاء بالصوت مش هتاخد أكتر من 2 لـ3 دقايق. نهيب المواطنين انهم ينزلوا ويشاركوا في العملية الانتخابية ويدوا المرشحين عندهم اللي هم عاوزينهم واللي بيحبوهم. محدش بيرغم أي ناخب على الإدلاء بصوته لأي مرشح. هذا وأجرى عدد من المحافظين جولات تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية باليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، كما اطمأنوا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الانتخابية. المحافظة مستعدة بكافة أجهزتها لتأمين العملية الانتخابية من كافة جوانبها. مديرية الأمن بكافة أفرعها موجودة ميدانيا على الأرض وبتتابع سير العملية الانتخابية في كل موقع. باقي المديريات زي الصحة وباقي المديريات، مديرية الشباب والرياضة وكل الجهاز التنفيذي للمحافظة في حالة استنفار كامل. غرفة العمليات منعقدة من ما قبل بدء العملية الانتخابية 9 صباحا. كان مهم جدا ان احنا نتاكد ان كل المقرات الانتخابيه اللي هم يبلغوا 221 مقر انتخابي باكثر من 400 لجنه فرعيه فيها تواجد للساده القضاة على راس الصناديق للاطمئنان على سير العمليه الانتخابيه. الاقبال نقدر نقول ان هو متوسط، وابتدى الحمد لله في الساعات الاخيره ان هو يزيد. تم توفير كل وسائل الراحه للمواطن من تندات لكراسي متحركه لاهلنا من ذوي الهمم، كل ده علشان خاطر يعني نقدر نقول نساعد المواطن ان هو يروح ويدلي بصوته في الانتخابات بدون اي تاثير عليه. كل اللي بنطلبه من المواطن ان هو ينزل ويروح يدلي بصوته علشان نستكمل العمليه الانتخابيه ان شاء الله على خير. قمنا بعمل مؤتمر تنسيقي لكل الجهات التنفيذيه المختصه من الصحه، من التعليم، الحمايه المدنيه، الاسعاف، الكهرباء، المياه، ديوان عام المحافظه، مديريه الامن، الكل الحمد لله وكل واحد خد مهامه وكلف بيها تماما. ويمكن انا دلوقتي في مرور ميداني حاليا دلوقتي بطمن على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، بطمن على الاجراءات الاداريه الموجوده في المراكز، بطمن على الامن الموجود. فالحمد لله حتى الان العمليه ماشيه كويس جدا، لا يوجد معقد صفر عمليه انتخابيه حتى تاريخه. الحمد لله تم فتح ال 165 لجنه فرعيه في توقيتاتها، وبدات فتح ابوابها في التوقيتات المحدده. لا يوجد أي مشاكل، أو لنبلغ غرفة العمليات أي مشاكل، أنا لسه جاي من غرفة العمليات حاليا دلوقتي. تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مدت الدولة المصرية يد العون والمساعدة للدول الشقيقة من منطلق إعلاء كلمة الإنسانية، ولذلك لم تدخر الدولة المصرية جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للدول المتضررة من هذا الوباء.
وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار في الأيام المقبلة. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو، شدد مدبولي على تفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات والتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمواجهة التغيرات الطارئة في الطقس. وفيما يتعلق بمتابعة موقف انتشار فيروس كورونا، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، وأكد انتظام العمل بها بوجه عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف أدويات بروتوكولات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة. وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح وصلت إلى 2,395,000 طلب، مشددا على عدم السماح لأي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها. من جانبه، استعرض وزير الإسكان عاصم الجزائر الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية والتي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء. وأشار الجزار إلى أن هذه المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن، وتهدف إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها. ومشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص والتي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية. وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على إتاحة 300 مليون جنيه لجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة في الإسكندرية. وخلال اجتماع لمتابعة التحديات المتعلقة بموسم الأمطار، طلب مدبولي المسؤولين بوضع تصور متكامل الأبعاد حول كيفية رفع كفاءة شبكة الصرف الصحية والأمطار في الأسكندرية وضرورة إيجاد حلول فورية والبدء في تنفيذها مع مراعاة حصر التجمعات العشوائية بالمحافظة والتي لا تغطيها شبكة الصرف الصحية. كما طالب رئيس الوزراء المسؤولين بإعداد مقترحات فورية للتعامل مع هذه المناطق والتجمعات خلال فترات الطقس السيء لتنفيذها بشكل عاجل، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أي مشروعات عاجلة في هذا الصدد. ثبتت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي التصنيف لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يؤكد مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية مع وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وكالة ستاندرد أند بورز أشارت إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة لمصر تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجي للدين الخارجي والحكومي اعتبارا من عام 2022، مدعوما بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، فيما توقعت وكالة فيتش أن يشهد النمو الاقتصادي لمصر تحسنا ملحوظا مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعي الطاقة والتصنيع، بينما توقعت مودز أن يتحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال المصرية. أشادت صحيفة فيستروجي الإيطالية بنمو الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، مؤكدة أن مصر تستعيد ثقة الأسواق بها. وأشارت الصحيفة إلى أن الجنيه المصري يمكنه أن يفخر بعد ارتفاعه بنسبة 3% مقابل الدولار الأمريكي، موضحة أن وباء كورونا لم يسبب ركودا لمصر، لذلك يجب النظر إلى سوقها السيادي باهتمام. نشر موقع كيفيستا الإيطالي معلومات عن وجود 7 حالات اختفاء لمصريين في إيطاليا. ووفقا للموقع، فإن السلطات الإيطالية لم تتحدث عن الأمر ولم تحرك ساكنا أو تبدي اهتماما إزاء هذه الحالات للوقوف على تفاصيل الوفاة أو الاختفاء، على الرغم من تواصل القنصلية المصرية معهم حول هذا الشأن.
مشاهدينا، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف الحوثيين عبر مقذوف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي ترتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة وبما يستهدف أمن الشقيق السعودية وكذا استقرار إمدادات الطاقة. هذا وتعيد مصر التأكيد على تضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المشينة وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعمه. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 40,000 لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان منذ 10 نوفمبر هربا من هجوم القوات الحكومية على منطقة تيجراي. وبحسب تقرير المفوضية فإن المتوسط اليومي للاجئين الذين يدخلون السودان وصل إلى 3,680، ومشيرة إلى أنها وضعت خطة أولية لاستقبال 50,000 شخص، لكنها قد تشمل 100,000 في الأشهر الستة المقبلة إذا استمر القتال. هذا ونفى زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا تطويق القوات الاتحادية لمدينة ميكيليا عاصمة الإقليم على مسافة نحو 50 كيلومترا مثلما قالت الحكومة. كانت الحكومة الإثيوبية قالت أن القوات الحكومية أصبحت تطوق عاصمة إقليم تيجراي وتنتشر على بعد 50 كيلومترا. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير، بعده نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في هذه النشرة. لحضراتكم من جديد. نفذت فرقاطة ومروحية عسكرية ألمانية عملية تفتيش لسفينة تركية بالبحر المتوسط اشتبهت بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا. وأوضح متحدث عسكري ألماني أن جنودا من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا إي خلال الليل، لكنهم لم يستكملوا عمليات التفتيش بعد أن قدمت تركيا احتجاجا لمهمة إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى ليبيا. من جانبه قال بيان للدول المشاركة في عملية إيريني إنه سيتم معاقبة أي طرف ليبي أو دولي يعرقل السلام في ليبيا. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة، في مقدمتها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية.
وسيكون جون كيري وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك أوباما موفد الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في حين تم الإعلان عن تعيين الإسباني الأصل أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، كما تم تعيين أفريل هاينز مديرة للجهاز الوطني للاستخبارات. وقال بايدن في بيان أن الفريق الحكومي سيكون جاهزا من اليوم الأول الذي سيستلم فيه السلطة في 20 يناير المقبل. تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن يكون رئيسا موحدا لجميع الولايات المتحدة، وقال بايدن على تويتر إنه لا يسعى إلى تقسيم الولايات المتحدة إلى ولايات حمراء وزرقاء في إشارة إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطية، ومؤكدا أنه سيعمل لكسب ثقة الشعب كله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل كريم يسري من واشنطن. كريم، تحياتي لك في البداية، ودعنا يعني نعرف منك، رجع الصدى الخاص بهذه التصريحات لجو بايدن بتوحيد الولايات المتحدة ولا توجد ولايات حمراء وزرقاء كديمقراطية أو جمهورية؟ حقيقة النهاية هي تصريحات مستمرة منذ إعلان جو بايدن في البداية ترشحي عن الانتخابات الأمريكية، وبعد ذلك ذكر تلك الجملة في عدد من المؤتمرات التي خاضها على مدار الفترة الماضية من ولاية دلوير مقر حملتي الانتخابية عقب فوزي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ذلك تعقيبا منه عما حدث خلال فترة دونالد ترامب بتفرقة الأمريكيين بين أنصاري وأعدائي كما ذكر دونالد ترامب. في جهة أخرى يمضي جو بايدن في عملية تسلم السلطة تدريجيا من خلال تسمية عدد من الشخصيات كوزراء في حكومته الجديدة التي ستبدأ عملها يوم 20 يناير المقبل. يعني ما الأبرز الأسماء تأكيد أنتوني بلينكن وهو صاحب 58 عاما سيكون هو وزير الخارجية، وآخر المناصب التي تولاها هي منصب نائب وزير الخارجية الأسبق جون كيري. من جهة أخرى جون كيري سمي هو سيكون هو المبعوث الخاص للمناخ في حكومة جو بايدن، بالتأكيد يعكس ذلك أن جو بايدن سيعود بشكل مباشر إلى اتفاقية المناخ لاتفاقية باريس للمناخ عقب توليه السلطة، خاصة وأنه على مدار الفترة الماضية شدد على أهمية الاهتمام بملف المناخ والتغيرات المناخية. الاسم الثالث هو أليساندرو مايوركاس، وهو من أصول لاتينية، وهو أول وزير من أصول لاتينية في وزارة الأمن الداخلي، حاول إيصال رسالة بأنه ينوع من وزارته. أما الاسم الأخير في وزارة الدفاع هو المرشحة الأبرز في وزارة الدفاع، لم يتم ذلك رسميا بعد، لكن هناك مصادر تقول أن السيدة ميشيل فلورني ستكون هي وزيرة الدفاع، تصبح أول امرأة في التاريخ الأمريكي لتكون وزيرة للدفاع. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي كريم يسري، حدثتنا من واشنطن. نبقى في الولايات المتحدة، حيث قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12,175,921 إصابة. جاء ذلك عقب تسجيل نحو 175,000 إصابة جديدة. أضافت المراكز الأمريكية أن عدد الوفيات زاد إلى 255,958 حالة بعد تسجيل 882 حالة جديدة. إذا مشاهدينا من نيويورك ينضم إلينا مراسلنا ياسر نور الدين. أهلا بك ياسر في هذه الجولة الإخبارية. 3 ملايين إصابة سجلها شهر نوفمبر فقط منذ بداية الجائحة، ربما حتى هذه اللحظة ربع عدد الإصابات سجلت في شهر نوفمبر وحده في الولايات المتحدة بأكملها. هل يمكن أن نعزو ذلك إلى تهاون الأمريكيين بسبب الإعلان عن أن هناك لقاح لكورونا، أم أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتجمعات الانتخابية وما تلاها وما سبقها أيضا من تجمعات كانت سببا رئيسيا في تزايد أعداد الإصابات؟
في البداية أهلا بك همام وبالسادة المشاهدين. أعتقد أن ذلك يرجع إلى التجمعات الكثيرة والانتخابات الأمريكية وتدفق كما تعلم وكثرة الناخبين على الرغم من يعني الاحتياطات الطبية والصحية والتباعد الاجتماعي، ولكن لم يسلم حتى بعض الحراس الشخصيين كما أورد البيت الأبيض سابقا في هذا الأمر وفي هذا الشأن، ولكن الأمور تتحسن هنا همام وباللقاحات الجديدة والكثيرة والتنافس الكبير بين الشركات، حيث يعني قال رئيس برنامج اللقاح الأمريكي منصف سلاوي بأنها أن اللقاح من شركة فايزر سوف يكون متاحا للأمريكيين بشكل أولي في نهاية النصف الأول من الشهر القادم، وهذا شيء مبشر للغاية. وبالأمس همام قد يعني تقدمت شركة فايزر والشركة الشريكة لها الألمانية بمنظمة الصحة والغذاء الأمريكية لأخذ الموافقة على هذا اللقاح. هناك تسابق كبير همام بين الشركات العالمية، كذلك شركة أسترازينكا التي قالت بأنها في المراحل الأخيرة وأنها سوف تقدم بنهاية هذا العام ما يقرب من 20 مليون جرعة لقاح للبيع. كذلك الشركة الصينية. هل يمكن أن تؤثر الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة ما بعد الانتخابات الأمريكية على طريقة وآلية توزيع هذا اللقاح على الأمريكيين؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب همام قال مؤخرا بأن يعني سوف يوزع اللقاح يعني بشكل متساوي على الجميع، وسوف بنهاية أو بحلول شهر يوليو القادم سوف تنتهي هذه الجائحة أو سوف يكون أغلب الشعب الأمريكي معافى. فأعتقد بشكل كبير يعني ينتظر الأمريكيين من جو بايدن الذي وعدهم مرارا وتكرارا ولن تكون هناك أي لعبة سياسية أو ما شابه في هذا الأمر. الأمر يتعلق بصحة الناس والأمريكيين، فلن يكون هناك أي شبهة في ذلك. الزميل ياسر نور الدين مراسلنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. رياضيا، دعا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي شباب مصر إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية ورفع اسم مصر عاليا ورفع شعار مصر أولا لا للتعصب. جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة شباب جامعة حلوان في ندوة كبرى للحديث عن مبادرة مصر أولا لا للتعصب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وجدد صبحي دعوته إلى نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية والتي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية. ولفت صبحي إلى إدخال مبادرة مصر أولا لا للتعصب في كافة برامج وأنشطة الوزارة. عن طبعا التوعية العامة وطبعا تحديات الدولة المصرية وأكثر من مبادرة بنعملها تصدوا معنا، وكمان الهدف الكبير جدا احنا يعني مبادرة ما بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الشباب والرياضة في مصر أولا لا للتعصب. أكيد لازم نلتقي مع الشباب زي ما احنا بنزور المنصات الإلكترونية وبنزور كمان كل المجالات الصحفية، لكن فعاليات المصاحبة النهاردة كان في افتتاحات ملاعب في المدينة الرياضية مع معالي الدكتور ماجد، وحاجة مبهرة يعني لتحويل الأنشطة الطلابية بهذا الشكل والجهد الكبير اللي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار يعني بيوليه اهتماما بالأنشطة في الجامعات المصرية. النهاردة التنسيق حضرتك على أساس المبادرة اللي أطلقها الإعلام، ودي كانت مبادرة مشتركة ما بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام الأستاذ كرم جبر، على أساس إن يبقى فيه ندوة للتعصب في مجال الرياضة وعنوانها لا للتعصب مصر أولا. احنا بطبعنا شعب متسامح وشعب يميل بطبعه للين والمحبة والود، يكون في تعصب وتعصب في الرياضة؟ بالعكس، الرياضة والفنون الاثنين بيرتقوا
سلوك الشخص. فطبعا النهارده كون ان معالي الوزير النهارده يختار احد الجامعات المصريه ويبتدي بيها ان شاء الله النهارده في هذه السلسله من الندوات، لان على حسب ما عرفت ان هذه الندوات لن تتوقف، حتى ما هياش بغرض مثلا الماتش او مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادمه، لا هي مستمره ودي بتكمن اهميتها في هذا الامر. ومن اخبار الرياضه الى تذكير بعناوين النشره. الرئيس السيسي يوجه بأن يكون هدف مشروع تطوير منطقة رمسيس تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور. الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورنج وغيرها من الشركات الفرنسية. انتهاء التصويت باليوم الأول بجولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب. إذن لا توقع مشاهدينا إلى أن نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي 12603 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. الشكر لكم من زميلتي أي عبد الرحمن ومني همام جاهد على متابعتكم الكريمة. إلى اللقاء.